ابن عمر يرى أن صلاة النوافل الرواتب لا تصلى في السفر إلا الفجر والوتر، ويقول لو كنت مسبحا لأتممت، أي لو كنت سأصلي سنة الظهر سبحة الظهر النافلة لأتممت صلاة الظهر، فكوني لم أتم صلاة الظهر إذن باب أولى لا أصلي السنن. أما النفل المطلق يعني الضحى بين كل أذنين صلاة غير الرواتب، صلاة الليل، كل هذا يصلى. النزاع قائم فقط في الرواتب، هل تصلى أو لا تصلى في السفر؟ الرواتب سنة الفجر تصلى لا إشكال، لأن النبي ما تركها سفرا ولا حضرا. سنة الظهر القبلية والبعدية، سنة الظهر القبلية والبعدية وسنة المغرب وسنة العشاء البعدية، هذه الرواتب النزاع فيها، والجمهور يقولون باستحبابها أيضا خلافا لابن عمر. ابن عمر يقول لو كنت مسبحا لأتممت، والمعارضون يقولون إن النبي لم ينهى عنها، لم ينهى عنها، ويقولون أيضا إن النبي قال بصفة عامة إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة، وقال عني على نفسك بكثرة السجود، والله أعلم.